اللهم إني أسألك يا الله أن تكتب اليسر لمن يعاني العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة لكل محزون، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والإجابة لمن دعاك. رب اجعل أيامنا كلها سعادة، رب بدد الأحزان، وأبرئ الأسقام، وأبسط الأرزاق، وحسن الأخلاق، وأنشر الرحمات، وامحو السيئات. تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسماوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يجعل يومكم كله هنا والسرور. عندي اليوم وصفة حلوة جدا جدا، هي الحمام الكذاب. حتى الحمام كمان بقى كذاب، بس بجد الوصفة دي حلوة جدا، بتطلب في المطاعم كتير جدا. يعني لما تروحي أي مطعم مشهور بيبقى فيه الحمام الكذاب. طيب الحمام الكذاب ده عبارة عن ايه؟ يلا نشوف مع بعض ايه مقاديره وازاي طريقته. طبعا اول مقاديره هي الدجاج. الحمام الكذاب بيتعمل من وراك الدجاج، فاي كمية من وراك الدجاج زي كده، او الافخاد زي ما بنسميها، يعني اللي هي ماسكة الدبوس والقطعة التانية اللي فيها. وعندي طبعا توابلها حلوة جدا وسهلة جدا، ملح وفلفل اسود، السبع بهارات، هي دي التوابل بتاعتها. بس لو بتحطوا شوية هيل طعمها برضو بيديها طعم حلو جدا جدا. وعندي طبعا كوبايتين من الرز، او على حسب الكمية، الرز المصري. وعندي كبد الدجاج، دي هي مكوناتها. ممكن طبعا تختلف المقادير زي ما بتحبوا، ممكن تحطوا الكبدة العادية، يعني زي ما بتحبوا طبعا هتحطوا. طيب يلا نشوف مع بعض ازاي طريقته. انا هوريكم كمان طريقة خليه. طريقة خليه ان انت بتجيبي ورك الدجاج زي كده وتفضلي تخليه من العظم. طب ازاي اخليه من العظم علشان احافظ على الجلد بتاعه؟ انا اهم شيء ان انا عايزة الجلد اللي بره واللحم طبعا اللي فيه، واخليه خالص من العظم. طيب اهم شيء عظمتين فيه، هي بيتكون من 3 عظمات، يعني العظمة اللي انتوا شايفينها دي الكبيرة، والعظمة الدبوس نفسها، والعظمة التانية اللي ماسكه. ببدأ اخليهم بالطريقة دي، عايزة احوش العظمة الكبيرة بدون اي خسائر طبعا. وخلي بالك لازم السكينة تكون طبعا سنة، والسكينة اللي انت بتقطعي بيها الدجاج او يعني الفراخ او اللحمة تبعديها خالص، ما تكونش ليها دعوة باي خضار ان انت تقطعي بيها خضار تاني، يعني خصصيها بس للدجاج واللحمة. والمفروض طبعا للدجاج فيه سكينة، وللحمة كمان ليها سكينة خاصة. فشايفين انا بحب السكينة الصغيرة دي ليه؟ لاني بعرف اتحكم فيها اكتر، بتكون تعرفي تدخلي لكل اللحم اللي فيها. شايفين انا خليتها بالشكل ايه؟ يعني عايزة احوش اللحم منها. والدهون دي لو انتي مش عايزاها برضو بتحوشيها، يعني في قطع احنا بنكون مش عايزينها فمش هتفرق معانا. اهم شيء تحافظوا على الجلد اللي بره وعلى اللحم طبعا. شايفين طلعت معايا بكل سهولة، يعني مش بتاخد اكتر يمكن من دقيقتين وبتكوني خليها اول مرة بس تعرفي، وتصفي اللحم كده. شايفين بنعمل كده بالسكينة بالعض، علشان ايه؟ عايزة اللحم اللي فيها ده. بجد الحمام الكذاب بيطلع حلو جدا، وزي ما قلت لكم بيبقى في المطاعم مشهور جدا، على البوفيهات المفتوحة كمان بيدي شكل حلو. وفعلا ممكن تحشيه، وممكن تحشيه يعني تحطي له رز كتير زي ما بتحبي، بحيث ان هو بيبقى منفوخ جامد. لكن اللي بيحب يحط له كمية بسيطة طبعا مفيش مشكلة. فانا شايفين بخلي كده بالظبط، وكده وصلت بقى لعظمة الدبوس. عظمة الدبوس خلوا بالكم، علشان انا عايزة احشي الدبوس ده، عايزة احافظ عليه واطلع العظمة منه. تمام، مش عايزة ايه اكسرها، بس هكسر الحتة اللي تحت بس، علشان تديني ايه شكل الحمام، اكن الرقبة بتاعته هي اللي في الاخر دي هي اللي هتحافظ على الشكل. هفضل احوش منها كده اللحم اللي فيها. مش عارفة انتوا فهمتوا الطريقة وعرفتوا ازاي خلي الورك نفسه، يعني اتمنى ان انا اكون عملته بطريقة مبسطة وان انتوا تكونوا عرفتوها، لحد لما نوصل للشكل ده كده. ان انا خلاص وصلت لعظمة الدبوس، هروح عاملة ايه؟ هعلم عليها بالسكينة ان انا هقطعها، اكني بنشرها كده بالظبط، لحد لما تتنشر معايا خلاص بروح عاملها كده بايدي واكسرها. بتتكسر معايا بكل سهولة،
ما فيهاش اي مشكلة بجد، هتطلع بسيطة وتكسريها بايدك وهتطلع بالشكل ده كده. طيب علشان انا خلصت الورك كده، ازاي هعمله ايه بقى بعد كده؟ انا هعمل طبعا كل الكمية وبعدين هوريكم. وطبعا العظم اللي انا هطلعه ده مش هنرميه، نعمل منه شوربة او خليها مرقة نزيد بيها الرز اللي احنا هنعمله للخلطة. بعد ما عملت كل الكمية بالشكل ده هعمل ايه بقى؟ هروح جايبة بصل ومعليه حاطة شوية من الفلفل الاسود وادعكهم كويس جدا، واتبل بقى بيهم الحمام الكذاب، اتبيله كله من بره ومن جوه، بيديله طعم حلو جدا، والتتبيلة دي بتفرق طبعا. لو انتي مش عايزة تعمليها مفيش مشكلة، بس بتفرق في الطعم، بتدي طعم حلو جدا. ممكن نحط عليها كمان السبع بهارات. وكده احنا خلصنا تبلناهم، بحطهم بقى في التلاجة لحد لما اعمل الخلطة بتاعتهم. يلا بينا نشوف الخلطة عبارة عن ايه. زي ما انتوا شايفين الخلطة معايا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كبد الدجاج وبصلة، لو هتحبوا تحطوا فص توم ممكن تحطوها على حسب ما بتحبوا طبعا. انا عندي حلة على النار وحاطة فيها معلقة من الزيت، ممكن تحطي سمنة زبدة زي ما بتحبوا. هحط معلقة من الزيت وهنزل بإيه أول شيء، لأول لما تسخن معايا هنزل بالكبدة. الكبدة طبعا أنا غسلها كويس جدا ومصفياها وعصر عليها ليمونة. ليه ليمون؟ علشان ما يفتحش لونها أحسن من الخل كمان. هنزل عليها بالكبدة. الخطوة دي ممكن تعملوها أو ممكن تعملوها لوحديها وتعملوا الرز لوحديه وتضيفوهم على بعض، بس أنا بحب إن أنا أعمل الخطوة في نفس الحلة، بياخد من طعم الرز وبيبقى لونه غامق كده، الرز حلو بيدي طعم حلو جدا. لكن انتوا ممكن تعملوها منفصلين على حسب ما بتحبوا. أهم شيء الحلة تكون سخنة، الزيت يكون سخن معايا، أنزل بالكبدة علشان ما تنزلش ميتها. شايفين اهي ما نزلتش ميتها ولا حاجة، على طول احمرت معايا. بروح طبعا انزل بالبصلة علشان هي كمان تاخد لون حلو مع نفس الكبدة. وبعد كده خلاص بقى بضيف الرز واقلبه شوية معاه لحد لما ايه احس ان هو اتفلفل شوية، بس شوية صغيرين. وبكده هروح بقى بعديها هزيد المية عليه. المية بتاخد ايه؟ كل كوباية رز مصري بياخد كوباية مية، ممكن تحطي مرقة لو عندك او ممكن تكتفي بالمية مادام في الكبدة. وكمان هنحشيها هنحشي الاوراق طبعا، فمش ضروري انك تحطي مرقة. هحط المية بالشكل ده كده واسيبهم بقى ايه يغلوا شوية واوطي عليهم. انا عايزاه بس نص سوا، ليه؟ علشان هحشي بيه وهو هيكمل سواه في الفرن كمان. نفتح بقى على الرز ونشوفه كده، خلاص يعني يتشرب الرز وهو لسه مستواش طبعا. هطلع منه شوية اللي انا هحشي منهم. هجيب بقى الحمام الكذاب من التلاجة بعد ما اتبل في التتبيلة وقعد شوية، وطبعا الرز بسيبه يبرد خالص علشان ما ينفعش ان هو يكون سخن ويدخل على حاجة نية، سيبوه يبرد خالص بعد كده هنحشيه. ده طريقة الحشو بقى ان انا هحشي ازاي. اول شيء هحط معلقة من الرز اللي عندي واروح مدخلاه جوه الدبوس. زي ما قلت لكم لازم نحافظ على الدبوس علشان يكون ايه ينفع يتحشي معايا ويتنفخ بالشكل ده. انا مش هحط فيه كتير، لو بتحبوا ان انتوا تحطوا فيه كمية اكبر مش هيحصل اي شيء، مش بيتفتح ولا حاجة، بيحتفظ بالكمية بتاعته. بس انا عايزة الحمام يكون شكله صغير شوية، لكن طبعا الاختيار ليكم انتم، ممكن تحطوا حشوة كتيرة وهيتحشي معاكم وهيبقى شكله كبير كده وشكله بيطلع فعلا حلو جدا. وهروح اقفله. طب انا هقفله بايه؟ ممكن اقفله زي ما هو كده، بس انا مش عايزاه يتفتح، عايزاه ياخد نفس الشكل ده معايا. احوش طبعا الرز اللي حواليه، انضف كويس، وهعمله بايه؟ بخلة الاسنان او الستيك ده. هقفله من هنا ومن هنا، يعني بحيث ان انت كله تقفليه، وعايزة تمليه تاني ممكن تمليه على حسب راحتك. ليه؟ يديني شكل حلو ما يتفكش معايا. هو اكيد مش هيتفك حتى لو حطيتيه بدون الخلة، بس يعني احتياطي. واول لما يستوي طبعا نحوش خلة الاسنان منه ونحمره عادي. شايفين هعمله بالشكل ده، ممكن احشيه كمان شوية تاني علشان يديله سمك كبير، يدي للحمامية شكل حلو. يعني خلصته بالشكل ده كده، هعمل كل الكمية طبعا اللي عندي.
انا خلصت كل الكمية وحطيتها في الصينية بالشكل ده. ممكن انت تسويه على البوتاجاز زي ما بتحبي، ممكن تسخني مية وتحطيه على البوتاجاز وتسيبيه لحد لما ايه يستوي. بس انا بقى عايزة هعمله في الفرن. انا هحط الصينية ورصيت فيها الحمام الكذاب بالشكل ده كده، خلاص بروح بقى حطاه فين؟ بروح حطاه في الصينية دي كوبايتين من المية بحط عليهم، واهم شيء تكوني حاطة المية تكون سخنة، تكون مغلية يعني. وكمان واحدة من الورق الغار، عندك حبتين من الهيل حطيهم، بيدوا طعم حلو جدا للحمام الكذاب. وشوية ملح لو انت مش متبلة الحمام بالملح كويس. وهغلفهم بورق الفويل زي كده، وهدخلهم بقى الفرن على الرف الوسطاني او اللي تحته شوية على درجة حرارة 180 او 170، وهيكون معاكي احلى حمام كذاب. انا هحطه واستودعه الله، وبعد نص ساعة بالظبط، ومش بياخد الا نص ساعة. هرجع لكم ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعديها. كده خرجوا معايا من الفرن بالشكل ده، شايفين شكلهم طبعا مستوي. وشوية الرز اللي فاضوا معايا من الحشو حطيتهم جنبيهم علشان كمان يستووا معاهم. عندي ايه عشان ألمع بيه الوش وياخد الشكل الحلو بدل ما حمره في النار؟ ممكن تحمريه عادي على البوتاجاز، بس انا برضو هكمل تحميره في الفرن. عندي بس معلقة من الكاتشب، حط عليها شوية من الايه من الفلفل الاسود، ممكن تحطي عليها كمان معلقة من الزيت، وادهن بيه الوش. ليه؟ الكاتشب بيدي طعم حلو ومش هيبان ان هو محلي ولا شيء، مش هيبان يعني ان هو مسكر، بل بالعكس هيديله تحميرة ولون حلو جدا. احطهم كلهم بالشكل ده كده علشان ياخدولي وش حلو. واحطهم بقى فين؟ على الشواية. على الشواية مش بيكمل بالظبط 5 دقايق لو انتي حطاه على درجة حرارة عالية. هنحطه على الشواية وهوريكم شكله ان شاء الله بعد ما يتحمر معايا. وبعد ما اتحمر معايا الحمام الكذاب بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه، شايفين واخد لون حلو جدا، هروح ماسكه الفرشه وبشويه المرقه اللي نزلوا منه المع بيهم. الحته دي بتبقى حلوه جدا، قبل ما تقدميهم لمعيهم بالمرقه اللي فيهم دي، بتديله تلميعه كده وبيدي شكل حلو جدا. وطبعا البخار اللي طالع منهم مش عايزه اقول لكم ريحته ايه. انا حطيت الرز اللي انا عملته بالشكل ده في الطبق، وهقدم عليه الحمام الكذاب بالشكل ده. شايفين شكله؟ بجد شكله حلو جدا لو عملناه في عزومات، او لو عملناه كمان في البيت للبيت يعني، بيدي شكل وطعم بجد حلو. لازم الواحد يجدد في وصفاته علشان طبعا ما يكون في تغيير، لان احنا عارفين الفترة دي احنا قاعدين في البيت، فلازم نغير ونجدد علشان ما يكونش فيه ملل يعني. بجد الحمام الكذاب طعمه لذيذ جدا، جربوه، اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. اذا عجبتكم وصفة الحمام الكذاب لايك وشير، والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله. بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.